عزيزي أنا، أيوة أنا، ما هو مش عيب إن الواحد يكتب جواب لنفسه، وخصوصا لما يكون زيك، قصدي زينا. أنا مش بكتب لك عشان محدش بيكتب لك، لأ، أنا بكتب لك عشان أسألك، ليه محدش بيكتب لك؟ ده لا بيكتب لك ولا بيتصل بيك، ولا حتى بيزورك، ولا حاجة خالص. مشكلة أكيد مش في الناس، مشكلة أكيد فيك. الواحد هو اللي بيبعد عن الناس، الناس ما بتبعدش عن حد، الناس ما بتبعدش عن حد. الواحدة عاملة زي الديب، بتصطاد أول غنمة شردة عن القطيع. كل يوم بتخبط على باب شقتك قبل ما تدخل، مع انك عارف ان مفيش حد جوه هيفتح لك. انت مريض صدقني، كان نفسك الشقة تبقى مسكونة، عفريت صغير كده او جني ملون عكسك ويجري وتجري وراه. اوعى تنزل من البيت عشان الجواب لما يجيلك تستلمه. في الجواب اللي جاي هقولك تعمل ايه علشان ترجع تلاقي رسائل على الانصر، ورق من تحت عقب الباب، وخبر مع البواب، وتليفونات في الشغل. You have no messages. عزيزي أنا، آسف على التأخير. الجواب الأولاني موصلش، يمكن أنا غلطت في العنوان. على العموم أنا هحطه مع الجواب ده علشان يوصلوا لك هما الاتنين. عزيزي أنا، واضح إن حكاية الجوابات دي مش هتنفع. الظاهر إن في قانون بيمنع إن الواحد يبعت جوابات لنفسه. على العموم أنا قررت أتشجع وأكلمك على تليفون البيت.
ولو ما لقيتكش حسب لك رسالة على الأنصر. هذا الرقم غير موجود بالخدمة، من فضلك تأكد من الرقم المسروق. This number is not a working number. Please check the number you are calling. عزيزي أنا بطلتش كتابة ولا اتصال، بدليل إني بكتب لك أهو. على العموم أنا قررت إني أروح أسألها عن عنوانك، ولو عرفت إنك موجود هطلع لك. لو سمحت في حد ساكن في العمارة دي شايف شكلك. انت فين بس؟ انا مش عارف اوصلك. انت عارف انا حاسس بايه وانت حابسني هنا لوحدي؟ يعني اعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ قولي اولع في نفسي. هو انا عشان بقولك انت مش عارف انا حاسس بايه وانت حابسني هنا لوحدي تقوم تقولي اولع في نفسي؟ انت عارف لو ولعت في نفسك ايه اللي هيحصل؟ كل اللي حصلت له مشكلتك فكروا بنفس الطريق. طب هنعمل ايه؟ انت بتسألني انا بتاع الجوابات؟ تقعدوا مع بعض وتنسوني انا؟ انا كنت بحاول اوصل لأي حد فيكوا عشان نحل المشكلة. مشكلتنا ان احنا عمرنا ما قعدنا مع بعض، عشان كده مش عارفين نقعد مع حد. هو ده بالظبط اللي انا كنت عايز اقوله. افهم بقى وخرجنا من جواك. انت ابتديت اول خطوه لما كتبت لنا اول جواب، واحنا هنكمل وراك. افهم.